بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عندي ذكر كناري يريد أن يتزوج مع الأنثى، لكن الأنثى تضربه. من الأخطاء التي نشاهدها في مربى الطيور أنهم يقومون عند شرائهم ذكر بإدخاله على الأنثى مباشرة دون أن تتخذ بعض الإجراءات كإعطاء العش للأنثى وبتجهيز القفص. وهناك خطأ آخر، وهو بأن تجعل الأنثى هي التي تدخل عند الذكر، وهذا خطأ يا غالي. لابد الذكر هو الذي يدخل عند الأنثى، لكن بتهيئ الجو العام للتزاوج من وضع العش ووضع الأنثى لوحدها والوقت الذي ستدخل عليها الذكر. وضع العش بكل مستلزماته من خيوط من أداة البلاستيكية التي تكلمت عنها سابقا، ووضع الأنثى لوحدها دون أن يدخل عليها الذكر حتى تقوم هي بتجهيز ذلك العش وتبدأ بالحضن. ملاحظة، هناك بعض الإناث تقوم بالحضن يعني قبل أن تقوم بتهيئ العش، فوجب عليك إدخال الذكر إذا رأيت الأنثى تحضن على العش. الوقت الذي سيدخل عليه الذكر وهو هذا الوقت الذي تكلمت عليه سابقا. إذا أدخلت الذكر على الأنثى ووقع صراع كما نقول غير دموي، فاترك الذكر والأنثى لمدة 4 أو 5 أيام فستتوالف هاته الطيور. أما إذا كان هناك صراع إلى حد يعني خروج الدم لأحد الطيور، فلا بد من إخراج الذكر لمدة ثم إعادته يا غالي إلى الأنثى. وإذا حصل نفس المشكل، فوجب عليك أن تغير الذكر لأن الأنثى لم تتقبله، سبحان الله. كان هذا فيديو سريع لإجابة على أسئلتكم يا غالين. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور، في رعاية الله.